بعد الخطاب الكبير والمهم ديال صاحب الجلالة واللي يتعلق واحد الشق الكبير ديالو ديال الإشكالية المطروحة ديال الماء بعد أكثر من 6 سنوات ديال الجفاف، يعني كاين اجتماع ديال اللجنة المكلفة بهذا البرنامج ديال يعني الماء الصالح للشرب وكذلك السقي في شقه ديال الاستثماري، واليوم كان اجتماع باش تكون واحد العرض ديال هاد المشاريع كلها والاولويات ديالها والترتيب ديال الاولويات والاجندا. اهم حاجه انه يعني كل مشروع خصو يكون عنده واحد الاجندا، امتاش غادي يبدا وامتاش غادي يكمل. غادي يكونوا اجتماعات دوريه بيريوديك اللي هما متقاربه اللي غادي نترأسهم كرئيس الحكومه، وغادي يكونوا فيهم الساده الوزراء، واللي غادي ان شاء الله نخليو كذلك ان الوزراء في يعني في القطاعات ديالهم يشتغلوا باش نرفعوا من الوتيره ديال هذه الاستثمارات، باش يكونوا هذه الاستثمارات في الوقت ديالهم، لانه الان ما يمكنش يعني بعض البرامج انها تعطل اكثر من 2 الاسابيع ولا 3 الاسابيع ولا شخص، كل حاجه تكون في وقتها. وهذا هو يعني ما قلنا للساده الوزراء واصحاب النو، والتقطنا الميساج ديال سيدنا الله ينصرو بانه تسريع التفعيل النجاعه وكذلك الحكامه و يعني الاحترام ديال الاجندا فيما يخص هذه الاستثمارات في السنوات المقبله وفي الشهور المقبله ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.